مرحبا بكم جميعا معنا في برنامج صوت الشعب. هذه المرة معنا واحد المسجونة اللي تسجنت حسب قولها ظلما، عندها واحد الكلمة بغات تقولها للمواطنين. لك الكلمة. السلام عليكم. السلام عليكم الخوت، انا سميتي كابيلا ملقبة بكابيلا. كنطلب السماحة وكنطلب العفو من كنطلب السماحة من جميع الاعضاء ديال الشرطة، بحكم انني ما كنتش عارفة القوانين. بالنسبة بما انني جديدة في المدينة، وكنطلب العفو من اوزي، الله يجازيه بخير. راني هاولية، راني هاولية، راني الكوبرا توحشتو، توحشوني ولادي، خرجوني من هنا الله يرحم الوالدين، اوكي سي بون، هاولية الشعب يموت عليا. كنشكرك على هاد التيمونياج ديالك. هاد النداء هذا اللي عتقوني قولوا عتقوني بالرحيم. الخوت. دونك غادي نقطع الكاميرا هنايا. كان معكم صحفي مجهول الهوية. السلام عليكم.